دقاش الآن يعلن كورة كان فيها فن وإبداع، لكن الآن خطأ القسم الآن الله، خطأ فردي واقتناص من جاوشي. الكتيبة الحمراء انتظروا حتى أن تتساوى الروس. هدف الكتيبة الحمراء، جاوشي لا تغلق قدامه، ماذا حصل؟ جاوشي يحتنف زاوية. جول. افرح يا القيصومة بهذا الهدف لنادي ركنها شرس هذا المهاجم، شرس وما يرحم كامل الوقت، وكان التركيز موجود معك. فترة تزيد الصبر عندك، الفترة اللي تألق فيها اللعب مع فريق الأخدود على الكرة. ربع ساعة باقية، هذه الكرة تأتي جاوشي وفهد الحمد الآن يضغط عليه. جاوشي ما وصلت له كرات كثيرة، هذا المهاجم الإسرائيلي يحاول ثاني الكرة، كذلك هاني صبيان الظهير الايسر واياد، ومع هذه اسماء كانت موجوده في المعسكر.